مستمع مرحبا بكم دكتورة إيمان رياحي مختصة في طب الأطفال والرضع <applause> الرضاعة الطبيعية فوائدها كسوة على صغير ولا على أم متعدة أول حاجة فما من جانب النفسي اللي هو أول جانب وأهم جانب بالنسبة لنا الرضاعة الطبيعية هي بختش بين الصغير والام بالنسبه للصغير تعطيه الاحساس بالامان والاحساس بالحب والدفء بالنسبه للام اللي جينيرالمون في المرحله هذه بعد الولاده تحس بنوع من الاكتئاب يعطيها شويه من نقص لها من الاكتئاب يعطيها نوع من الراحه النفسيه ونوع من السكينه والهدوء يوفر لها ويحميها من الاكتئاب اللي احنا نسميوه معناها في في تونس بال حليب الام فيه من الفوائد ومن الفيتامينات والبروتينات والأنزيم اللي فيه خير برشا من حليب لحكوكم الحليب الاصطناعي فما زاد تحميه من الأمراض حليب الأم هو احنا نقوله انتيبيوتيك ناتوريل معناها فيه من يقاو صغير يقاوم الامراض المزمنه وفيه دي زونتيكور ناتوريل باش يقيه من الامراض المعديه حليب الام من الجانب هنا الرضاعة بيدها معناها من الجانب الميكانيكي دونك الصغير اللي يرضع من صدر امه الفك الفك اللوطاني سورتو ينمو بصفة خير احسن من الصغير اللي يرضع البيبرون الاسنان من بعد تتكون بصفة خير وعندها عنده البلاصة باش تطلع خير بالنسبة للأم الرضاعة الطبيعية ترجع الرحم للشكل وإلى الحجم الطبيعي الرضاعة الطبيعية حليب الأم زي كيف كيف فيه من لي زونزيم ومن من من لي الفيتامي الفيتامينات اللي يخلي الصغير اللي يرضع من صدر امه اكثر ذكاء على خاطر يساعد في نمو الدماغ دونك هذوما غروسو مودو فوائد الرضاعه الطبيعيه وفما بيان سور فما فوائد اخرين باش نطولوا ياسر كيفاش نحكيوا عليهم غروسو مودو هذيا هو هي رضاعة طبيعية مزمش تفوت عامين دونك الحد الاقصى عامين الحد الادنى ماذا بينا ستة شهور خاطر ستة شهور لولينين حليب الام فيه لي زونتيكور اللي يعطي المناعة, المناعة 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 ياخذها الصغير من حليب من حليب الام بعد ستة بعد ستة شهور الصغير البيبي يولي يبدا في يكون في مناعته وحده وحده <applause> موين على اول ما يتولد الصغير كل ساعتين ثلاثه انت والميزان نتاع الصغير في في موين كل ساعتين ثلاثه من صدر الام 10 دقائق من كل صدر الفيتام الصغير كحد اقصى عامين بعد العامين رضاعه الطبيعيه ما عادش اسمها رضاعه دونك الفيتام حد أقصى العامين وبعد فما صغار يفتموا رواحهم وحدهم وحدهم في العام فما في العام ونص ما هنا نرجع نقول ماذا بينا ما نفتموش الصغيرة قبل ستة أشهر. كيفي وشيفي دونك حليب الام غذاء كامل ومتوازن ما فماش علاش مش تعدى لحليب الحكه الفكره هذي اللي نكملوا بحليب الحكه اون فيت بالنسبه هذي يعطيو هنا الامهات الفكره هذي جينيرالمون يقولوا هنا صغيري ما يشبعش بحليب الـ بالحليب الطبيعي معناه مصدر الام هنا انا نسال الام اسكو ترقد مليح اسكو تاكل مليح اسكو تعبه مش تعبه خاطر الحليب يجي مع الرضاعة على قد ما صغير يرضع يجي الحليب كيف كيف الام يزمها تكون في صحه جيده الام اللي ما مت تاكلش مليح الام التعبه ما ترقدش مليح الام استرسية ينقص نوعا ما الحليب ينقص من عندها دونك هي عندها دونك الصغير اون فيت ما يلقاش الكميه اللازمه دونك هنا معناها حاجه مشتركه ما بين الصغير الصغير يزمو يرضع ديما والام زي ما زادت تلهيب وتعتني بسلامتها وبغذائها كيف كيف بصفه منتظمه <applause> الماكلة بيان سور تكون ماكلة صحية شنو هما الحاجات البيتولي لي ما تاكلهم لازم تبعد عليهم آه تاكل البروتينات تاكل تشرب السوائل ما بين إيترا ونص وزوز إيترات من السوائل في, في اليوم باش تجي الكمية المحددة للحليب ونبعد وتبعد سكي فيه كافيين نبعدوا من الكافيين نلقاوها في الشوكولاته نلقاوها في التي نلقاوها في القهوه دونك تنقص ما يمكن من القهوه ومن التي ومن الشوكولاته ومن لي بواسون انرجيتيك هذوك معناها خاطر مضرين جدا بالصحه وبيان سور ما حاجتنا نعرفوها هذه البعد عن التدخين معناها